السلام عليكم. اليوم نروح للمشروع نتاع الازدواجيه تاع الطريق اللي يربط مدينه ورقلا بمدينه اليزي والطريق الوطني رقم 2، واللي الان فيه عمل كبير لتهيئه هذا الطريق وازدواجيته وتطويره وتحسين المسار نتاعو، اذا على امتداد 150 كيلومتر، يعني جزء منه على امتداد 150 كيلومتر. وكما قلت الطريق هذا يربط مدينة إذا ورقلا بمدينة إليزي. نخليكم تابعوا إذا هذا التقرير من الإذاعة والتلفزيون الجزائرية حول المشروع، والسلام عليكم. تتواصل أشغال إنجاز الطريق الولائي رقم 2 في شطره الرابط بين واد سامن وبرج عمر إدريس. بعد استكمال الشطر الأول على مسافة 150 كيلومترا بين عاصمة الولاية إليزي ومنطقة تانارين، من الطرق اللي هي ربما تساهم في التنمية والاقتصاد واختصار الزمن ما بين الولايتين ورقلة وإليزي، باعتبارها هي الولاية الأقرب لنا من جهة الشمال، مع الطريق الوطني رقم 3 بمسافة 1050 كيلومتر. حاجة مليحة للدنيا تمداقة برقة، حاجة مليحة باش يا عمر برقة يا عمر يا عمر برقة. هذا الطريق تفك العزلة على جهة القرية واد سامن، من على تقرب المسافة بين إليزي وبين ولاية ورقلة، وبس ما تفك العزلة مليح الطريق هذا. المشروع الذي يعد عصبا تنمويا هاما للمناطق النائية بمروره بآبار ارتوازية للمياه الصالحة للشرب، يساهم أيضا في اختزال المسافة بين إليزي والولايات الشمالية. الطريق هذه مليحة في بزاف، تناقش واحد 300 كيلو على الطريق الاولى تاع إليزي وهانت عين عميناص وتروح، ومن هنا تنقص واحد 300 كيلو صافي، من هنا كيدخل الصباح ولا كنا خطره خرج من الخمسه الزوج كنت في ورقله تفك الاجله بزاف منها. مشاريع هامة لشقه وتعبيد الطرقات تعزز بها قطاع الأشغال العمومية بولاية إليزي، تسعى الدولة من خلالها إلى فك العزلة عن المناطق النائية والبعيدة.